فهو أولا الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وذلك حينما يتقدم الناس في الموقف موقف الحشر ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من الموقف، لأنه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر وما هم فيه من الضيق وما هم فيه من طول الوقوف 50,000 سنة. يتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله، أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام، يعتذر، ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أول الرسل، أيعتذر، يطلبونها من إبراهيم عليه السلام أيعتذر، يطلبونها من موسى عليه السلام أيعتذر، يطلبونها من عيسى عليه السلام فيعتذر، يطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم فيستعد لها ويقول أنا لها أنا لها، يطلبونها من أولي العزم كلهم يعتذرون إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله، فيخر ساجدا تحت العرش ويدعو ربه عز وجل ويحمده، وما يزال يدعو ويحمد ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عند الله في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم بحكمه ويريحهم من الموقف ويتقبل الله شفاعته. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمده عليه الأولون والآخرون إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.